شيماء، يعني ايه الفرق بين مصممة الديكور ومهندسة الديكور؟ مهندسة الديكور عادة بتبقى هندسة، المصممة بتبقى background design. فأنا دارسة design، مش دارسة دارسة ديزاين architect. فلورنس فلورنس في إيطالي. أنا مجالي مختلف شوية، مش علمي زيهم. أنا مجال التصميم أكتر، يعني أنا بالنسبة لي التصميم ده ليه علاقة بالحضارات، يعني الحضارات كلها كانت بتيجي وبتموت وبيفضل منها التصميم. فإيطاليا حضارتها، الحضارة الرومانية راحت وخلصت وسابوا لنا المباني، سابوا لنا النحت، الفن. فدي أهمية التصميم بالنسبة لي، وأنا بشتغل سبيسيفيكلي في مجال تصميم الأثاث. ايه احلى قطعه دي؟ ايه فكره انك خدتي جايزه يعني افضل قطعه ديكور؟ انا لما كنت بدرس في ايطاليا في اول كلاس ليا، دي القطعه معانا، يعني عايز اعرف ايه بقى الميزه فيها. هي الكولكشن بتاعي بيهدف لاحياء التراث الفرعوني. فاحنا الفراعنه سابوا فن كتير قوي بس اندثر، يعني مات واتدفن وما بقاش ناس بتحاول تحييه، لان هي اولا كان معمول للملوك والرويالتي، فبعيد قوي عن عامه الشعب، فما توارثهوش، وكان كمان الفرق الزمني. يعني فاللي انا بعمله، كل اللي انت عاملاه وانا شايفاه دلوقتي على الشاشه كله متاثر بالحضاره الفرعونيه. فاللي انا بحاول اعمله ان انا احيي طراز جديد موجود اسمه الطراز المصري الحديث، contemporary Egyptian design style. فعشان كده الحاجات كلها متاثره اكتر بالتراث الفرعوني. بس يعني انت امتى هتروحي كوميرشال؟ هل انت ده كوميرشال؟ ده كوميرشال، ده كوميرشال، بس مش في مصر. بس مش في مصر، امال فين؟ لا، التارجت ماركت اكتر بيبقى حتت زي المانيا، انجلترا، لان هناك هم مهووسين بالايجيبتولوجي وبالديزاين. وبالفعل الناس بتشتري، يعني لقيتي ماركت؟ في ماركت طبعا، بس لسه بنبدا يعني. فالجائزة اللي خدتها كانت السنة اللي فاتت من لندن في الديزاين، زي الحاجات الشهادات دي هي الاوردز. فبتدخلي مع ديزاينرز من العالم كله ويشوفوا الديزاين بتاعك ده ايه وضعه يعني. فلما دخلت بالفرعوني كنت لسه يعني بتست الموضوع، الحمد لله خدت رانك رقم واحد على العالم من الانترناشونال برودكت ديزاين. وكان مين المنافسين بتوعك؟ المنافسين بتوعي كانوا ناس كبيره، يعني كان في نايثن انتوني في امريكا، كان في ديزاين انترفنشن سنغافوره، كان في كريم رشيد السنه اللي قبلها بس هو ما خدهاش. فيعني جايزه كبيره ومهمه جدا. اعتقد الرئيس السيسي ايضا كان في تكريم من كام شهر، كان برضو علشان احياء التراث الفرعوني، انه يرجع تاني بشكل معاصر وبشكل حديث.